حضراتكم كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في الحمام هنا، ده حوض، واللي انا عايز اقوله ان المحابس طبعا لسه هنركب اليونت بتاعنا، بس انا حبيت اصور قبل ما اركب اليونت. يفضل تركيب محابس الدفن تحت اليونت مش جوه كابينة الشاور زي ما بنشوف بعض العملاء او الصنايعية. انا عندي الرايزر بتاعي تحت الشباك هنا، فانا اخدت مواسير وجبتها تحت الحوض جوه اليونت. طبعا انا شايفها انها قيمه جدا وممتازه جدا جدا، وبتحافظ لي على ديكور الحمام. طبعا لو قلنا ديكور الحمام كل حاجه في مكانها، عشان انا عندي هنا الحمام صغير، هو طبعا مش صغير بس بنقول الحمام مش كبير عشان اسيب الحاجه منعكشه فيه زي ما بيقولوا. طبعا يفضل تركيب محابس الحمام التحكم كلها تحت اليونت عشان ما تبقاش منظرها مش تقليدي. وطبعا هنا كابينة الشاور ما ينفعش اول ما اخش من الرايزر احط المحابس في المكان ده، طبعا ما ينفعش طبعا بالمرة عشان منظر والديزاين والديكور. طبعا لما الاقي كابينة الشاور فاضية زي كده وشكلها شيك قوي كده، طبعا انا كلفني ايه؟ كلفني 7 متر مواسير زيادة من هنا لحد هنا. 7 متر مواسير لو قلنا المتر ب50 جنيه، 350 جنيه. انا شايف ان هم اضحي بيهم واعمل الشاور بتاعي يكون فاضي ونضيف كده من المحابس، وجنب التويلت بتاعي يكون فاضي ونضيف من المحابس. ده هنا الشطاف الخارجي، هنا اليونت هتركب زي ما سيادتك شايف على نهاية الحوض، هنا هيكون تحت منها المحابس مدارية. ارجو نيل اعجابكم وانتظرونا في كل ما هو جديد وحصري في عالم السباكة الحديثة. مع محمد صلاح ابو علي، مع السلامة.